فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحن كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول الله. شي اللي مكسر هالزهرية بس هذه لها 20 سنة عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنك يا جدي تحكي مع روحك. تشنو فيه؟ تعال قلت عن حكي معينا. يا سلوم ولو كنا نعرف بس ما اللي مكسر هالزهرية نكسر لرأسه. هذه مريحة حنك الله يرحمها التبهيتة فيها كل يوم عندي بالدنيا واللي فيها. بس لو كنا نعرف بس ما اللي كسرها. يا جدي غير انت وسع بالك شويه شويه بس وهده وهده. مش انت قلتني هذاك اليوم الغضب يذهب العقل وبعدين ما تغضبش. الغضب انت عارف يا جدي من الشيطان. غير وسع بالك وسع بالك شويه بس يا جدي وتعال قعبز معي. انا حبيبي وتعرفني كويس يا جدي. انت كانك تدوي هكي يا ليل. شكلك عارف ما اللي مكسرها. والله عارف يا جدي ما اللي كسرها. انقني انا يا جدي. انت مكسرها. والله مو قصدي يا جدي. سامحني حقك علي. اللي تبيه انت لك بس يا جدي. حول ولا قوه الا بالله. خلص عبالك يا جدي حبيبي. انت صاحبي ديما بتحكي في قصص ثانيه. هديت يا جدي. انا حسامحك علي خاطر حاجه واحده بس. انا صدقت ما كذبتش علي. وانت اللي معلمني الصدق يا جدي. الله يربحك وليدي. مع انك عارف انت لو كذبت ما كنتش حنعرف ما اللي كسرها، لكن بارك الله فيك وفي تربيتي فيك ما شاء الله عليك. الصدق يا وليدي تربية من عند الله عز وجل، وسمى بها الناس الصديقين وهم من الأنبياء والشهداء في الجنة بإذن الله تعالى. حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لقبوه بالصادق الأمين. الصادق الأمين فعلا. تعرف يا سلومة كان في يوم من الأيام كان في طفل يتيم البات. يعني أنت اليوم تبي تحكي لي قصة يا جدي؟ أنا مفروض أحكي لك قصة لأنك أنت اليوم غاضب، لكن أنا تعودني أسمع منك أنت يا جدي. حنحكي لك يا بات. أنا مش نحكي شنو تستفيد منها القصة. كان في يوم من الأيام كان في طفل يتيم البات، وكانت أمه تلم في المال على خاطر شنو الدزة يتعلم يحفظ القرآن الكريم. وكان اسمها العيل عبد القادر الجيلاني وهو من العراق، وكان تقريبا في فترة الخلافة العباسية. المهم لما هالأم لمت هالفلوس عطاتها 40,000 درهم ودزتها مع القافلة اللي ماشية. وقبل ما تمضي هالقافلة قالت للأم لعبد القادر: الله الله يا وليدي في الصدق عهدني أنك ما تقولش غير الصدق. عهدها عبد القادر وقالها: يا أمي بإذن الله مش هنقول غير الصدق. انطلقت هالقافلة وفي الطريق اعترض لصوص وقطع طرق هالقافلة وصبوا قدامهم خذوا منهم الفلوس والأمتعة وكل حاجة. لما فتشوا عبد القادر ما لقوا عنده شيء، فسأله زعيم العصابة وقال له: ما فيش معاك فلوس؟ رد عبد القادر شن قال له: معايا. قال له: كيف كم معك؟
قال معايا 40,000 درهم. ضحك اللصوص طب قالوا له كيف نحن فتشناك وما لقينا عندك شيء، وين حاط المال؟ عدى عبد القادر طلع الفلوس منين؟ من حذائه وقال له اهواه المال. تعجب زعيم العصابة وقال له شن اللي خلاك انك تطلع الفلوس من كندرتك؟ نحنا لو انت ما طلعتهاش ما كناش حاقيناها. جاوب عبد القادر شن قال له؟ لاني انا عهدت امي اني ما نقولش الا الصدق، فاستحييت ان يحقني ربي وانا ننكث في عهد امي. الله الله. في هاللحظة بكى زعيم العصابة وقال معقول الطفل الصغير يضحي بالمال عشان ما يحقش ربي ان هو كذاب وان هو نقاض العهد مع امه، ونحنا على خاطر هالمال لا تحشموا من ربي ولا تحشموا من العبد ونقتل نهبوا في الناس ونسرقوا فيهم؟ قال والله العظيم من بعد اليوم ما عادش نطلع الطريق على بنادم، واني حتوب توبة نصوحة ونجد انا باذن الله تعالى احسن واحد كيف ما علمني عبد القادر، لانه هو ما كذبش وما خانش عهد امه. هكي تمينا حكايتنا، شكرا للي تابع فينا. غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا، تتصلوا هذه فكرتنا تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صيفة تعنينا، بكرة تجدد لمتنا يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوزير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وتجيك طازة ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح، ومش ضايق البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح، هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا علي من نحكي، نحكي علي هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية، البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان، طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية، شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن، هابي تستيك.